يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جمهور النادي الاهلي العظيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. نبتدي معاكم حلقه جديده من السادسه، والبدايه الحقيقه حابب جدا ابدا حلقه النهارده من كلمه كابتن خطيب اللي لقت صدى كبير جدا. كلمه كابتن خطيب اللي قالها لعيبه النادي الاهلي ورجاله الاهلي امبارح في الملعب، واللي لقت صدى كبير جدا الحقيقه، وحملت رسائل مهمه جدا عبرت عن كل اللي بيدور في عقل وفي قلب كل الجماهير الاهلاويه. بدايه جمهور الاهلي شايف وعارف، وجمهور الاهلي ذكي وواعي وقادر بشكل كبير جدا يقدر ويعرف المجهود الكبير جدا اللي بذلته لعيبه النادي الاهلي على مدار موسم صعب واستثنائي. الشكر الحقيقه جاي في توقيت مهم جدا، شكر للعيبه اللي فرحت جماهيرها على مدار موسمين كاملين وحققوا عدد كبير جدا من البطولات هيحسب بالتاكيد وهيكتب في التاريخ لنجوم الجيل الحالي في النادي الاهلي. مهم جدا جدا نركز على انه من الموقف اللي احنا اتحطينا فيه ومن خساره بطوله الدوري العام في كتير من الدروس المستفاده اللي لابد ان احنا نقف ونقيمها، ويمكن ماتش الجونه في حد ذاته امبارح في كتير من الدروس دي اللي هنتكلم عليها. انا ليا وقفه طبعا مع ماتش الجونه مش هتكلم فيها كتير، لكن هتكلم على مجموعه من النقاط كده اللي بيتهيألي عشان نبني فيها على اللي جاي ونبني فيه بشكل صح. مهم جدا نقرا اللي فات بشكل واضح جدا. مبروك لنادي الزمالك، ما نقدرش طبعا ان احنا ما نباركش لنادي الزمالك، بالتاكيد هو بطل النسخه دي من الدوري العام. وبالمناسبه يعني ودي الروح اللي احنا تعودنا طول عمرنا الحقيقه، واللي اتمنى انها تسود مره ثانيه، واللي اتمنى كل حد ممكن يكون مؤثر في مكانه يتحلى بمسؤوليه انه ينقل الروح دي. احنا عمرنا الحقيقه ما كان في بيننا وبين جماهير النادي الزمالك كراهيه ولا اي منافس الحقيقه. نادي الاهلي نادي كبير جدا، والحقيقه جماهيره شبعانه بطولات، وبالتالي لانه كان اي ضغينه او اي كراهيه لاي حد. وبالعكس انا زي ما قلت لحضراتكم، طول ما في منافسه طول ما في متعه. الاهلي لو بيكسب كل البطولات لوحده على مدار السنين كلها جماهير النادي الاهلي نفسها هتفقد متعه الفوز بالبطوله، وبالتالي المنافسه شيء مهم جدا في الرياضه، لكن مش ممكن ابدا تحول المنافسه دي. وهنا انا مش بلوم على الجمهور الحقيقه، بلوم على الناس اللي في موقع المسؤوليه، بلوم على رؤساء انديه، وبلوم على رؤساء اجهزه كوره، وبلوم على مديرين فنيين، وبلوم على اعلام رياضي، لانه ما كانش في وقت من الاوقات قدوه عشان يحاول ينقل ويفهم ويوضح للصغير اللي لسه طالع بيتعلم يعني ايه منافسه، ويعني ايه روح رياضيه، ويعني ايه لما فرقتك تخسر تقف تسقف لها، ويعني ايه لما فرقتك تخسر تقول لها هارد لك، ويعني ايه لما المنافس يكسب تقول له الف مبروك. الحقيقه الحاجات دي انا بشوفها كتير جدا بتحصل في اوروبا، هي القاعده، ممكن يكون ليها استثناء، لكن للاسف العكس هو اللي بيحصل عندنا. النهارده انا صحيت على تليفون حد بيقول لي مستني مكالمتك من امبارح، قلت له اشمعنى؟ قال لي عشان تقول لي مبروك، قلت له اقول لك مبروك على ايه؟ قال لي على الدوري، قلت له وانت كنت قلتها لي الخمس مواسم اللي فاتت؟ قال لي عندك حق. قلت له فاكر لسه شكل درع الدوري يا رينج؟ رينج بالمناسبه ده واحد من اصحابي وعشره عمري، وبالمناسبه كمان كان كابتن من كباتن نادي الزمالك في واحده من الالعاب الجماعيه. قال لي لسه فاكر شكله. قلت له طب مالي عينك منه وخده في حضنك كويس عشان هيوحشك خمس ست سنين جايين. كلها في اطار الهزار، لكن الحقيقه مش ممكن ابدا يكون في مجال الرياضه. يعني ممكن افهم انه الخلاف في مجال السياسه يوتر شويه، الخلاف في مجال اي مجال من المجالات ممكن شويه يعمل حساسيه، لكن في الرياضه دي رياضه للمتعه. احنا الرياضه بالنسبه لنا متنفس بنطلع منه وبنبعد منه، بنبعد عن صعوبات الحياه من خلال ممارسه الرياضه او من خلال متابعه الرياضه. مفيش حد بيتابع ماتش الا هو مستمتع، بتشجع فرقتك وبتفرح لما بتكسب وبتزعل لما بتخسر، لكن في النهايه كله مفترض ان هو يحصل في اطار المتعه. لكن للاسف شديد جدا في ناس كتير جدا لوثت الحقيقه كتير من المفاهيم والثوابت اللي كانت موجوده عند المصريين واللي عاش عليها اجيال مختلفه عمرهم ابدا ما كرهوا بعض، عمرهم ابدا ما المنافسه في الرياضه اثرت على علاقتهم الشخصيه بينهم من بعض. اتمنى ان كل حد مسؤول يقدر المفاهيم دي كويس ويحاول يزرعها، لانه الولاد الصغيرين الشباب اللي طالع وخصوصا ومع الاسف الشديد وده واحد من اهم التاثيرات السلبيه للسوشيال ميديا، بقوا بعيد تماما عن كل المفاهيم دي، بقت خناقه، بقت عركه، بقت مطلوب انك انت مش بس تحتفل بفوز فريقك او بتتويج فريقك ببطوله، لكن كمان مطلوب منك تشوه المنافس وتشكك فيه وتشكك في انجازاته وتشكك في ارقامه. يظل الاهلي كبير، دي حقيقه ليس لها
يعني او ما فيهاش اي مجال للشك، يظل الاهلي واحد من اكبر انديه العالم، وفقدانه لبطوله عمره ابدا ما هياثر في حجم شعبيته ولا في جماهيريته ولا في اصراره على تعويض مفاته وتحقيق كتير من البطولات اللي ترضي جماهيره وتحقق للنادي الاهلي مزيد من الانجازات. مساء الخير على حضراتكم، هنتكلم كلام كتير النهارده الحقيقه في حلقه مميزه جدا. تعودتوا دايما انه يوم الاربعاء بيكون تغطيه للكره العالميه، النهارده هيكون معانا واحد من اساطير الكره الايطاليه ماركو برانكا مهاجم الانتر وواحد من انجح الحقيقه المديرين الرياضيين السابقين طبعا للانتر، جه في فتره مهمه جدا، هيكون ضيف علينا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. هيكون كمان معانا الناقد الرياضي وليد الحديدي اللي بنستمتع باستقباله في السادسه كل يوم اربع، وهيكون معانا كمان مينا مجدي محلل الكره العالميه. فقره كده بما ان الكره ابتدت تدور في العالم كله، يبدو ان المنافسه السنه دي هتبقى مختلفه شويه عن النسخ الباهته اللي تابعناها في المواسم الاخيره من الدوريات الاوروبيه. ارجو ان الحلقه النهارده حضراتكم تستمتعوا بيها، وهطلب من حضراتكم طبعا زي ما اتعودتوا في السادسه دايما تختاروا مين هم افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي والجونه الاخيره، وهنتكلم كمان طبعا على مباراه اسوان. نبدا مع حضراتكم حلقه النهارده باهم الاخبار والعناوين. الاهلي يستعيد جهود طاهر محمد طاهر امام اسوان. صحف جنوب افريقيا موسيماني مستمر مع الاهلي بدعم من الخطيب رغم خساره الدوري. اتحاد الكره الحكام الاجانب في مباريات الكاس والسوبر المحلي. اللجنه الثلاثيه تستقر على مواعيد مباريات كاس مصر. والكاف يحرم الرجاء من اربع لاعبين امام الاهلي في السوبر الافريقي. اهلا وسهلا بحضراتكم. نبتدي نتكلم بقى في تفاصيل اخبار، واسمحوا لي قبل ما يعني ندخل في تفاصيل حلقه النهارده وتفاصيل اخبارنا النهارده اتكلم معاكم شويه، حتى يمكن ده الكلام اللي بيتكلم فيه معظم جماهير النادي الاهلي، يعني الدروس المستفاده من الموسم الصعب والشاق. في ظروف زي ما قال كابتن خطيب حتى في كلمته، في ظروف كانت خارجه عن ارادتنا، في ظروف فرضت علينا، في ظروف تانية كانت ماشيه عكس التيار. مش هتكلم في انه الموضوع كان متعمد او مش متعمد، في النهايه احنا تضررنا من الموضوع ده، او الاهلي فقد نقاط في سباقه على البطوله بسبب الموضوع ده. لكن في النهايه انا عايز اتكلم كوره شويه. واحد، انه الموسم ده واحده من الظواهر فيه، بتكلم على الدوري تحديدا طبعا، لان هو الدوري هو اللقب الوحيد اللي انت فقدته. انت من شهر من السنه اللي فاتت ما فقدتش اي لقب في اي بطوله انت دخلتها، بالعكس انت توجت بكل الالقاب، وحتى الكاس العالم للانديه حققت فيه برونزيه. واحد هو انه الاهلي دايما عودنا انه يرجع لكن ما يترجعش عليه. يعني ايه؟ يعني الاهلي ممكن جدا على مدار التاريخ، مش بس بتكلم على الموسم ده، الاهلي يبقى متاخر في مباراه لكن اتعودنا ان الاهلي قادر دايما انه يرجع ويصحح الاوضاع. لكن الاهلي يبقى متقدم في مباراه وبعد كده الفرقه اللي قدامه ترجع يا اما تخسروا الماتش او تتعادل معاه، دي النقطه محتاجين ان احنا نشتغل عليها. ده نمره واحد. دي حاجه احنا ما تعودناش عليها. يعني في بالتاكيد حاجه هنا محتاجين ان احنا نشتغل عليها، انا بتكلم عشان اللي جاي. النقطه الثانيه هو انك لو رجعت الجدول الترتيب الدوري هتلاقي انه الاهلي امام كل الفرق الكبيره، يعني لو قسمت الجدول نصين، نص فرق مقدمه ونص فرق مؤخره، هتلاقي انه الاهلي فاز تقريبا او ما خسرش نقط، الكم الاكبر من النقاط ما خسرهاش مع الفرق اللي فيه مع الفرق اللي في مقدمه الجدول، بالعكس انت خسرت في النقط بتاعتك او اغلب نقاط الاهلي اللي ضيعناها السيزون ده كانت مع الفرق اللي في النص التحتاني من الجدول، هتلاقي نفسك خسرت نقط مع الجونه، مع البنك الاهلي، مع غزل المحله، مع الاسماعيلي، يعني الجونه لوحدها والبنك الاهلي 8 نقاط لوحدهم، دول بس كده بسم الله الرحمن الرحيم. عندك الاسماعيلي فقدت قدامه نقطتين، والاسماعيلي السنه دي مش من، يعني هو الاسماعيلي فريق كبير طبعا، تاريخه بيقول فريق كبير، لكن السنه دي الاسماعيلي بيعاني، ده كان بيصارع على الهبوط لغايه قريب، لغايه لما ايهاب جلال تولى مسؤوليته. ففكره انك انت تفقد نقاط امام الفرق الصغيره او الفرق اللي مستواها يعني فني، مش عايز اقول فريق صغير لكن يعني مستواه الفني متراجع، دي برضو نقطة علامة استفهام. ممكن تبقى دي شوية مرتبطة بحتة الإجهاد، فقدان التركيز،
حاله الضغط الذهني اللي اتكلم عليه كابتن محمود الخطيب، وانا فاهم تماما حجم العبء والضغط العنيف جدا اللي تعرض له النادي الاهلي ولاعيبته السنه دي، مش بس على الناحيه البدنيه، الناحيه الذهنيه والعصبيه والنفسيه بالتاكيد ضغط فوق الاحتمال، لكن ده ممكن شويه يفسر توقيتات الماتشات دي وحاله الضغط اللي كان بيعاني منها اللاعبين. مش قادر افهم برضو او رقم من الارقام اللي محتاجين او بيمثل علامه استفهام ومحتاجين نقف معاه شويه، انه وده بشهاده الجمهور، يعني احنا بنعمل تقييم في السادسه هنا على مدار الموسم بنقول انه راي الجمهور في لعيبه النادي الاهلي وتحديدا في حارس مرمى كابتن محمد الشناوي اللي لعب اغلب الماتشات، وحتى في علي لطفي كابتن علي لطفي في الماتشات اللي شارك فيها كله فول مارك، نقدر نقول الاثنين عاملين سيزن رائع. ومن قدامهم خط باكات النادي الاهلي بدر بنون، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، وحتى رامي ربيعه لما بيلعب، كلهم الحقيقه الجمهور شايف ان هم عاملين سيزون استثنائي ومأديين بشكل كويس جدا. ما تقدرش تقول ان حد منهم ممكن يكون بيمثل ثغره مثلا في خط دفاع النادي الاهلي، ورغم كده ورغم الشناوي ومن قدامه الاربعه ايا كان مين بيلعب فيهم، الاهلي استقبل 28 هدف. وده رقم بالنسبة للأهلي كبير جدا، لابد برضو أنه علامة الاستفهام دي نشتغل عليها عشان اللي جاي، يعني لازم نعرف المشكلة فين. إذا كان عندك حارس مرمى عظيم زي محمد الشناوي وحارس مرمى تاني بقيمة علي لطفي الحقيقة اللي قدم موسم كويس جدا رغم قلة مشاركته لكن دايما كان حاضر، ومن قدامهم أربع باكات محترمين جدا زي بنون وياسر وأيمن وربيعة، لازم تسأل ال 28 جون دول دخلوا إزاي ودخلوا ليه. الجزء الثالث او الجزء الرابع والنقطه الرابعه يعني اللي عايز اتكلم فيها، انت اقوى فريق من ناحيه الهجوم في الدوري الممتاز، يعني هجومك سجل 70 هدف، 42 في الدوري، 70 صح، لكن انت بتتكلم على الفرق بين الاهداف اللي دخلتها واللي استقبلتها 42 هدف، لكن انت خط هجومك سجل 70 هدف، ازاي تبقى عندك اقوى خط هجوم وتعاني في بعض المباريات هجومية وخصوصا قدام الفرق الضعيفة؟ يعني ازاي القوة الهجومية الكاسحة دي تقف عاجزة امام بعض الفرق في بعض الماتشات اللي ممكن تكون كانت سبب في فقدان نقاط او سبب في ضياع بطولة؟ كل دي علامات استفهام. اعتقد انه لحظة انطلاق مستر موسيماني الحقيقية، وطبعا كابتن محمود الخطيب اكد على كل الدعم لمستر موسيماني اللي الحقيقة حقق ارقام قياسية وتاريخية، من الصعب جدا ان مدرب يجي في فترة زي دي وفي ظروف زي دي وفي حالة ضغط كبيرة جدا ويحقق تقريبا العلامة الكاملة. اعتقد ان نقطة انطلاقه هتكون مع سكواد الاهلي الجديد بشكل كبير، ساعتها تقدر يبقى عندك تجربة كاملة تقيم على اساسها مستر موسيماني. خليني ادخل في الاخبار عشان ما اطولش، انه حلقه النهارده فيها كلام كتير جدا، وهبتدي الحقيقه بماتش اسوان. طبعا احنا عندنا طاهر وبدر كانوا غايبين في الماتش الاخير، طاهر كان عنده 3 انذارات، بدر بنون كان بيشتكي من مشاكل في اسنانه، فالاثنين دول ان شاء الله موجودين في سكواد الاهلي في تشكيل الاهلي ان شاء الله في ماتش اسوان. بيتهيأ لي انه مباراه، يعني مباراه اعطاء الفرصه، الناس اللي كانت بعيدة، الناس اللي كانت يعني إصابة طويلة، أو الناس اللي كانت فنيا مش جاهزة، أعتقد ده وقت أنك أنت وظروف تسمح بأنك أنت تجربهم، وفي نفس الوقت تريح الناس المستنزفة المجهدة عشان عندك مشوار الكاس، وده اللي هنتكلم مع حضراتكم فيه، لأنه اتحاد الكرة حدد مواعيد ماتشات كاس مصر هنقولها على حضراتكم النهاردة، وبالتالي أنت في 9 عندك 4-5 ماتشات تقال جدا ومفهومش، يعني لا يحتملوا هفوة الخسارة، ماتشات كؤوس وعندك نهائي أو سوبر أفريقيا مع الرجاء المغربي. فإن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم طاهر وبدر هيكونوا موجودين في الماتش اللي جاي. حتى فيما يتعلق بموسيماني، يمكن صحف جنوب أفريقيا طبعا متابعة موسيماني ومتابعة نجاحاته، يعني أعتقد أن الراجل مكسر الدنيا، ويمكن تجربته مع الأهلي لفتة أنظار القارة الأفريقية كلها، اتكلمت على خسارة موسيماني لدوري المصري، وقالت الحقيقة صحيفة إديسكي تايمز أنه بيتسو بيغيب عن اللقب، وقالت أنه الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لم ينجح في الدفاع عن لقبه، لقب الدوري الممتاز، وخسره امبارح. كمان الصحيفة اتكلمت وقالت أنه نتيجة خسارة أو تعادل الأهلي امبارح كان سبب مباشر في تتويج الزمالك ببطولة الدوري الممتاز لأول مرة من 6 سنوات، وخسارة الأهلي وموسيماني اللقب على الرغم من عدم هزيمتهم في آخر 15 مباراة في الدوري.
الصحيفة نفسها يمكن كمان نشرت تقرير بعنوان رئيس الأهلي كابتن محمود الخطيب بيدعم بيتسو، وقالت ان محمود الخطيب خرج ودعم بيتسو موسيماني وفرقته بعد خساره لقب الدوري الممتاز. زي ما حضراتكم شايفين كده الاهلي بريزيدنت باكس بيتسو افتر تايتل مس. طبعا يعني في تاكيد انه فريق السنه الجايه للنادي الاهلي مقارنه طبعا بموسم اكتر من ناجح مطلوب منهم تحديات كبيره جدا، وهيشاركوا في عدد كبير جدا برضو من البطولات. يعني انت هتشارك في سوبر افريقيا بدايه، هتشارك في كاس عالم يابان، هتشارك في دوري وكاس جداد، وهتشارك كمان في كاس عالم انديه. وبالتالي ان شاء الله باذن الله انت امام ان شاء الله باذن الله، هكذا نتمناها وهكذا وعدنا انها في هذا الموسم الاستثنائي انت امام نسخه سوبر ان شاء الله باذن الله من النادي الاهلي. طيب خليني اروح بعد كده لصحيفه الوال الجنوب افريقيه اللي كتبت تحت عنوان تبدو وظيفه بيتسو موسيماني امنه رغم فشله في الدفاع عن لقب الدوري المصري مع النادي الاهلي. اروح مع حضراتكم بقى لفكره الحكام الاجانب. حضراتكم عارفين انه الاهلي طبعا الاهلي بالتاكيد يعني ما عنديش شك رغم الاخطاء اللي حصلت واللي اثرت على مسيره النادي الاهلي في مشوار الدوري، ما عنديش شك انه النادي الاهلي يدعم منظومه التحكيم المصري، ده شيء ما فيهوش نقاش. ولكن عشان يعني كان مفترض يعني كان كنت اتوقع ان يكون في استيعاب للفكره عشان نفرغ حاله الشحن وعشان نشيل منظومه التحكيم من ضغط الشبهات في بقيه مشوار الموسم، فبكلم على سوبر مصري وبكلم على كاس مصر، كان من المنطقي شويه اعتقد انه وكان من الحكمه قبول طلب النادي الاهلي بانه يتم استقدام حكام اجانب لماتشاته في منافسه كاس مصر. طبعا اتحاد الكره قال انه في بند في اللائحه بيسمح للنادي لاي نادي انه يطلب استقدام حكام اجانب طالما الطلب ده اعتقد قبل مده زمنيه 14 يوم وطالما هيتحمل تكلفه الحكام الاجانب اللي هيجوا يحكموا المباراه دي. لكن قال كمان انه في اللائحه في نفس البند بيقول انه لابد من موافقه اتحاد الكره، واتحاد الكره رافض فكره استخدام حكام اجانب ومصر على منح الثقه كامله للحكام المصريين. ارجو يعني ارجو انه بس ما يحصلش شيء يزيد من الطين بله. يعني اعتقد انه الضغط اللي بيتحط ما بيتحطش على النادي الاهلي، الضغط اللي بيتحط على الحكام المصريين، وارجو ان هم يكملوا المشوار اذا كانوا هيلعبوا او هيحكموا ماتشات الكاس يكملوا المشوار بمنتهى السلاسه بشكل يخلينا نتجنب اي نوع من الازمات او المشكلات، لانه بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامانه جماهير النادي الاهلي اصبح ما عندهاش صبر ولا عندها مساحه لتقبل اخطاء كانت متعمده بالتاكيد او حتى لو كانت غير متعمده او غير مقصود. اتحاد الكرة هيعرض على الأندية في اجتماع الحد اللي جاي إن شاء الله المواعيد المقترحة من ناحيته عشان يتم استئناف ماتشات كاس مصر عقب طبعا انتهاء الدوري وبعد تتويج نادي الزمالك باللقب رقم 13 في تاريخه. الاتحاد استقر على إقامة الماتشات المتبقية في مسابقة كاس مصر أيام 10 و13 و16 و20 شهر 9 اللي جاي، وتحديدا بعد ما تتلعب ماتشين أو ما يتلعب ماتشين مصر مع أنجولا والجابون في تصفيات كاس العالم. والاتحاد طبعا عنده رغبه في ان البطوله تنتهي يوم 20 اللي جاي 20/9 حال وافقت الانديه على المواعيد دي. بالنسبه للاهلي لو كمل مشواره ووصل للنهايه اعتقد هيبقى فيها صعوبه شويه لانه عندنا طبعا سوبر افريقيا مفترض او محدد ليوم 24 في قطر، وبالتالي الاهلي لازم يسافر قبلها بفتره عشان يستعد ويجهز لمباراه بتمثل بطوله مهمه جدا. طيب خليني اروح لفاصل، وإذا كان في وقت معانا في بقية حلقتنا هنناقش مع حضراتكم بعض الموضوعات كمان متعلقة بمشاركات الأهلي في البطولات الجاية. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول. مهما تراجعت أو خفت عنها الأضواء تظل الكرة الإيطالية بالنسبة لي حالة حب وحالة شغف، ارتبطت بكثير من نجومها وارتبطت بكثير من فرقها. مين ينسى نيستا ومالديني وبيرلو وتوتي وباجيو وديل بييرو وفيالي وزولا وغيرهم من النجوم اللي ياما متعونا جيلي انا استمتع الحقيقه بنجوم الكره الايطاليه، ومنهم واحد النهارده من اساطير انتر ميلان والمنتخب الايطالي بيشرفنا طبعا في السادسه من خلال وجوده معنا من خلال الفيديو كونفرنس، ماركو برانكا احد هدافي انتر ميلان ومنتخب ايطاليا، وبالمناسبه كمان هو كان المدير الرياضي السابق لنادي الانتر في فتره موراتي.
فتره كانت الحقيقه شهدت عدد كبير جدا، نسخه كانت محترمه من الانتر وكان فيها عدد كبير من النجوم. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي لقطات من اهم الاهداف اللي احرزها ماركو برانكا مع الانتر، اللي بشكره على وجوده معانا وعلى قبوله الدعوه وظهوره على شاشه الاهلي في السادسه. مساء الخير على جماهير الأهلي في كل مكان، شكرا لقناة الأهلي وللإدارة على توجيه الدعوة إلى ماركو برانكو للظهور على قناة واحد من أعظم الأندية في العالم ومن قلائل الأندية المصرية التي لديها قناة خاصة بها. الأهلي معروف في إيطاليا وأوروبا ومعروف في العالم الجميع، شكرا لكم وتقبلت الدعوة بصدر الرحب. بشكرك مرة ثانية، والحقيقة يمكن الجماهير اللي بتعشق الكرة الإيطالية سعيدة السنة دي، سعيدة لسببين. الأول هو عودة نسخة مبهرة من المنتخب الإيطالي اللي حققت بطولة اليورو 2020، وجماهير الإنتر على وجه التحديد، وأظن أنت يمكن سعادتك مزدوجة، قدرت أنها تستعيد بطولة الكالتشيو مرة ثانية من أنياب اليوفنتوس اللي ظل محافظ عليها لمدة 10 مواسم متصلة. فلازم أقول لك مبروك طبعا في البداية. Allora, non ti sento più, però credo che hai finito la domanda. Per quanto riguarda l'Inter. Ecco. Ok, parto? Va. Allora, il... Amre, shukran lakum ala takapul. أنا سعيد بفوز الإنتر بالبطولة، لقد لعبت مع الإنتر واليوفي وروما، لكن أنا أعشق الإنتر، هو نادي المفضل الأول. أنا سعيد جدا بفوز الإنتر بالبطولة العام الماضي، الإنتر استحق هذه النسخة لأن الإنتر لم يفز من وقت مورينيو بالدوري الإيطالي، وكنا نعتقد أن الأمر انتهى برحيل مورينيو. أليجري عندما جاء إلى اليوفي أخذ الأخضر واليابس، مورينيو الآن في روما وسباليتي في نابولي وإنزاغي في لاتسيو، ستشاهدون نسخة كبيرة من الدوري الإيطالي هذا العام. النسخة الإيطالية الحالية قد تكون النسخة الأقوى في تاريخ الدوريات الإيطالية منذ ظهور إيطاليا على الساحة الرياضية. لكن بالنسبة للإنتر أنا متفائل أن الإنتر قد يحافظ على اللقب في ظل المنافسة الكبيرة التي ستكون بين روما ونابولي واليوفي والإنتر ولاتسيو، وقد شاهدنا روما أمام فيورنتينا. تحديدا في كلامك يعني خليني أقف مع الإنتر على وجه التحديد. الإنتر يمكن كان في تخوفات كبيرة جدا بعد النجاح في التتويج ببطولة الكالتشيو في الموسم الأخير، رحيل أنطونيو كونتي، رحيل نجم الفريق ونجم هجومه لوكاكو، رحيل أشرف حكيمي، كل ده خلى في تخوف نوعا ما من بداية الإنتر. إزاي بتشوف بداية الإنتر، وهل بتشوف إنها بداية مبشرة إنه يقدر يحافظ على اللقب اللي حققه في الموسم الأخير ويقدر ينافس بشكل حقيقي على مستوى دوري أبطال أوروبا؟ أعتقد أن الإنتر مع سيموني إنزاغي قدم مباراة رائعة أمام جينوفا وفاز بالأربعة وقدم أداء كبير لم يتوقعه أحد. رحيل لوكاكو كان مفاجأة، وكان القشة التي ظهرت قسم الظهر البعير بالنسبة لجماهير الإنتر، لا أحد كان يتوقع خروجه، كنا نتوقع خروج حكيمي ولوتارو مارتينيز، لكن لوكاكو كان رحيله صعب على جماهير الإنتر، ولكن لقد رأينا هذا أن إيديني جيكو قام بتعويض لوكاكو، لا أقول ذلك لأن أول مباراة، لكن العديد من المباريات ستشهد تألق إيدين جيكو. بعض التقارير بتتكلم عن اقتراب خواكين كوريا مهاجم لاتسيو من صفوف الإنتر في الميركاتو الصيفي، وايضا يمكن انا كنت عارف انك كنت موجود النهارده في الاتحاد الايطالي، الكلام كان عن انتقال باكايوكو في صفقه ما بين تشيلسي الانجليزي وانتر، ولكنها فشلت في اللحظات الاخيره، فممكن برضو اعرف ايه اهم الاسباب. الميلان. بالنسبه لخواكين كوريا اعتقد ان الأمور انتهت بالنسبة لخواكين كوريا، والصفقة تمت اليوم وهذا حصريا لقناة الأهلي. خواكين كوريا قام بالتوقيع لنادي إنتر ميلانو
وانتهت الأمور. هناك اتفاق دائم بين إدارة لاتسيو وإدارة إنتر ميلانو في قصة الصفقات، الأمور دائما ما تذهب إليهم بعيدا. هم في إيطاليا يعتقدون أنهم أبناء العم لاتسيو وإنتر، ولهذا أي صفقة تتم بين الإنتر ولاتسيو تنتهي بأمور سيدة. أما بالنسبة للاعب باكايوكو، per quanto riguarda Bakayoko al Milan, come hanno finita la trattativa? Come? Ancora non è finita. Murlan Tantahi safka tawaqqafat al yawm wa qad tafshal israr nadi Chelsea اشياء ماديه كبيره جدا. البعض اعترض على سياسه الملاك الصينيين او المستثمرين الصينيين في نادي الانتر، رحيلهم وخلافهم مع انطونيو كونتي المدير الفني اللي حقق نجاح يحسب ليه الحقيقه، وايضا في رحيل نجوم الفريق. رايك في ده ايه؟ وهل ممكن ده ياثر سلبا على قدره الانتر على المنافسه على لقب دوري الابطال؟ أنا أقول لك أن الملاك الصينيين عندما أتوا إلى إنتر ميلانو، كنت أنا في عهد وحقبة موراتي وقد استلمنا العرض منهم. هذا الشيء أيضا أقوله لأول مرة على أحد القنوات. كنت مع ماسيمو موراتي عندما استقبلنا العرض من الملاك الصينيين، وعنوان التعاقد كان الاستثمار. هم أتوا إلى ميلانو وأتوا إلى إنتر ميلانو من أجل الاستثمار وضخ الأموال والاستفادة من إيطاليا، لأنهم يعلمون قيمة الإنتر. ولذلك آخر شيء كان يفكر به الملاك الصينيين الفوز بالبطولات. وما يؤكد كلامي أن الملاك الصينيين قاموا بشراء النادي أكثر من 10 سنوات، لقد فازوا فقط بالدوري الإيطالي، والآن هم يقومون ببيع اللاعبين. بصفتي المدير الرياضي السابق لنادي إنتر ميلانو وواحد قريب جدا وأعلم كل كبيرة وصغيرة داخل الميلانيلو وداخل الإنتر، هم جاءوا من أجل الاستثمار فقط. أكلمك شوية على واحد من أساطير الكرة في الوقت الحالي، كريستيانو رونالدو، اللي بيلعب طالع طبعا لصالح اليوفنتوس. بعض التقارير قالت أنه رونالدو على وشك أنه يغادر الدوري الإيطالي. خليني أسألك على حقيقة الموضوع ده، وهل أنت مع فكرة أنه ينتقل للمان سيتي أو لبي أس جي؟ شايف إيه ممكن يكون الأفضل بالنسبة لكريستيانو رونالدو، أو البقاء طبعا مع اليوفي؟ حتى الآن كل ما يدار وكل ما يتم الترويج عنه بالنسبة لكريستيانو رونالدو هي أصوات فقط تريد الأضواء وتريد الشو، لكن كريستيانو رونالدو لم يتلقى أي عروض. أنا لا أنكر أن المعاملة قد تغيرت بالنسبة لكريستيانو رونالدو من جانب ماسيميليانو أليجري مدرب اليوفي وأندريا أنييلي رئيس اليوفي. اللاعب في هذه الأيام يعيش أيام سيئة مع اليوفي، لم يشعر أنه أسطورة كما جاء. أنا أعتقد أن كريستيانو رونالدو سيبقى حتى الآن في اليوفي. في بعض وهرجعك فلاش باك كده لفتره من الفترات كنت فيها بتتولى مسؤوليه المدير الرياضي لنادي الانتر، وكان الكلام عن اهتمام فريق الانتر بضم ليونيل ميسي في فتره حتى قبل خلافاته مع نادي برشلونه، وحدث بالفعل انه الصفقه كادت ان تتم ولكنها فشلت في اللحظات الاخيره. يهمني اسمع منك كواليس صفقه انتقال ميسي لانتر ناسيونالي او انتر ميلان. بالنسبة للتعاقد مع ميسي، ميسي حلم لأي نادي في العالم، وعندما كنت في الإنتر وعندما كنت مدير رياضي لن يكن هناك لاعب أهم من ليونيل ميسي على الساحة الرياضية من أجل جلبه للإنتر. ولكن إدارة برشلونة تفهمت الموضوع، وهذا سأقول لكم سرا كبيرا بالنسبة لصفقة ميسي. لقد ذهبت أنا وماسيمو موراتي إلى برشلونة وتحدثنا مع والد ميسي، وكانت الأمور قد تمت وانتهت، خصوصا بعد فوز الإنتر بدوري أبطال أوروبا كنا نريد تدعيم. لقد شاهدنا ميسي في سانسيرو عندما كان أمام برشلونة، لكن
والد ميسي قام بضخ مبلغ كبير لم يقدر عليه اي نادي في ايطاليا. خليني اسالك كمان عن محمد صلاح اللي يمكن كانت بدايه تالقه في ملاعب اوروبا في ملاعب ايطاليا، فشلت تجربته الاولى في ملاعب انجلترا وتحديدا مع تشيلسي، لكنه نجح ولفت ليه الانظار بشكل كبير بدايه مع فيورنتينا ثم مع طبعا اي اس روما، اللي كان يعني اعتقد انها كانت خطوه مهمه ونقله نوعيه في مشوار محمد صلاح الى ان انتقل لليفربول واصبح واحد من اهم اللاعبين على مستوى العالم مش بس في انجلترا. ده ما خلاش الانديه الايطاليه تفكر اكتر في انها تركز على السوق المصري، تفكر اكتر على انها تختار المواهب او تضم مواهب من اللاعبين المصريين، دي كانت علامه استفهام بالنسبه لنا. اذا سالتني عن محمد صلاح ساقول لك أسطورة العرب وأسطورة أفريقيا. أقول لك الشيء الهام، أنا كنت أريد قلب محمد صلاح إلى نادي إنتر ميلانو. صلاح مصري ويجب، إذا كنت تريد أن تسأله قل له هذا الشيء. قمنا بالاتصال مع وكيل أعماله، أعتقد أن وكيل أعماله مصري أيضا، وذلك من أجل المصداقية. كنا نريد قلب صلاح إلى إنتر ميلانو، لكن إدارة روما لم تنهي الاتفاق معنا، وكانت أمور صعبة بالنسبة لمحمد صلاح. محمد صلاح كان يفضل الانتقال إلى اليوفي أو الانتقال إلى الدوري الإنجليزي على البقاء في إيطاليا. لقد قام بعمل كبير كما ذكرت مع فيورنتينا ومع روما، لكن محمد صلاح يبقى حلم لأي نادي في إيطاليا. وشيء هام، الأمور معلومة لا في الميركاتو الإيطالي، ونحن قريبين جدا من الميركاتو. ريال مدريد يريد التعاقد مع محمد صلاح، وجميع الأندية الإيطالية قامت بضخ بعض الأموال من أجل محمد صلاح. اليوفي كان أقربهم. لكن الكلام مش بس على نجاح صلاح، لكن الكلام كمان على الأندية الإيطالية اللي كان من الممكن أنها تستفيد بكثير من المواهب المصرية. يعني ليه ما فكرتش الأندية الإيطالية في استنساخ تجربة محمد صلاح مع فيورنتينا وروما؟ كل نادي له عقلية التعاقد الخاصة به، وكل نادي لديها المدير الرياضي. هناك من يفضل اللجوء دائما إلى أوروبا، وعدد قليل من يجلب الأفارقة إلى الدور الإيطالي، لكن هناك بعض المواهب معروفة للجميع في مصر، لكن الكرة الإيطالية لديها خصائص خاصة، ونحن نريد في إيطاليا بعض اللاعبين مثل صلاح وسامويل إيتو أسموا. هؤلاء اللاعبين هؤلاء أقوياء، لكن من الصعب علينا قلب أي لاعب مصري، وتجربة صلاح صعبة التكرار. ماركو برانكا أسطورة الإنتر ونجم المنتخب الإيطالي، بشكرك مرة تانية، شرف لينا استضافتك في قناة النادي الأهلي وتحديدا في السادسة، بشكرك على وقتك وعلى مشاركتك معنا. طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم اكتر، مش بس بقى على الدوري الايطالي، هنتكلم على الدوريات الكبيره وهنتكلم على بدايه موسم يبدو كده ان هو مشجع ومباشر. خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم عن الكره العالميه مع حضراتكم في السادسه. سيبك من انها اغلى صفقه في الموسم، انا بالنسبه لي صفقه تمنيتها، يعني لاعبي المفضل هذا الموسم السابق جاك جريليتش، اكتشافي شايف انه عنده مقاومات كبيره جدا لفريق المفضل في الفتره الحاليه في انجلترا وهو المان سيتي مع ليفربول عشان ابو صلاح برضه، بس السيتي بيلعب كره غير. وعلى كل الاحوال هنتكلم على موسم زي ما قلت لكم كده بداياته بتقول انها مبشره، وليه لا والجماهير ماليه المدرجات وفي حاله كده وحشتنا من زمان، يعني نتمنى بقى ان المنافسه والمستويات تعكس الحاله الايجابيه دي ونشوف سيزن نستمتع فيه بكوره حلوه. هيشرفنا طبعا دكتور وليد الحديدي النقد الرياضي ضيفنا، الحقيقه بنسعد بيه دايما في السادسه،
واهلا بيك طبعا الدكتور وليد، مشرفنا ومنور الدنيا. وهقدم لحضراتكم النهارده كمان مينا مجدي، مينا اكتشاف السادسه، واتمنى ان شاء الله باذن الله رغم ان احنا اختلفنا مع بعض من اولها كده، هو مع مورينيو وانا مع جوارديولا، هو مع توتنهام وانا مع السيتي، بس ما فيش مانع برضو الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. اهلا بيك يا مينا. مساء الفل يا كابتن احمد، منور الدنيا، بنوركم. انا سعيد جدا معاك، شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله نسعد بوجودكم معانا. قبل بس ما ادخل في الدوريات ونسخن كده مع بعض، عايز اسال دكتور وليد على حاجه تخص منتخب مصر. خلاص احنا يعني داخلين على مواجهتين مهمين نبدا بيهم من تصفيات كاس عالم، قصه صلاح والنني واحمد ياسر ريان، يعني واضح كده انه في مشاكل مع المحترفين، شايفها ازمه ولا شايفها ممكن الحل فيها سواء بالتفاهم والتراضي او باللجوء بقى للقنوات الرسميه؟ هو طبعا كل المشاهدين، اولا طبعا برحب بمينا وسعيد ان انا موجود معاه النهارده. كل اكيد المشاهدين متابعين ومهتمين وعارفين تفاصيل الموضوع بدا ازاي، لكن خلينا نتكلم عن اخر المستجدات. ان النهارده انفانتينو بيخاطب رسميا بشكل رسمي بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني ان يكون فيه، وكمان عمل مخاطبه شبه رسميه لرابطه الليجا، رابطه الانديه الاسبانيه او رابطه الدوري الاسباني، ان هم يخففوا أو يستثنوا اللعيبة الدولية اللي هتتعرض لحظر ومنعتها أنديتها من انضمام للمنتخبات بلادها وفقا للقانون البريطاني والقانون الإسباني. والحقيقة إنفانتينو كان ذكي في هذا الخطاب أو هذا يعني البيان الصحفي، لأنه قال لبوريس جونسون يعني أنا منتظر منكم تعملوا اللي عملتوه في اليورو. واحنا كنا مع بعض في اليورو، بس اليورو كان في ايد بتوجع يعني، ما هو اليورو قال له هنقل لك الفاينل. طبعا فهو قال له طب ماشي نجيب ورا مفيش مشكله. طبعا فهو قال لهم يعني ان انتوا عملتوا ده قبل كده، انتوا مش قوي يعني مش ريستريكتد قوي، انتوا ممكن تمشوا الدنيا تمشي. 60 لاعب، انت بتتكلم في 60 نجم من نجوم المنتخبات، طبعا ظلم كبير جدا لمنتخباتهم. بتتكلم عن محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، اليسون، طبعا هو معظم اللعيبه ليفربول لوحده عنده اربع لعيبه معرضين للحجر، دينسون كافاني كمان مع مانشستر يونايتد، والقائمه تطول الى 20 نادي انجليزي عندهم لعيبه هيتعرضوا للحظر عقب عودته. اعتقد مع الضغط اللي عملته المنتخبات او الاتحادات الوطنيه، طبعا الاتحاد المصري المفترض انه عمل مخاطبه للفيفا وفقا للكلام اللي جاي لنا من جانب اتحاد الكوره، الله اعلم ده حقيقي ولا لا، لكن في اتحادات كتير جدا على راسها الاتحاد البرازيلي بيضغط على الفيفا انه يتدخل، لان الفيفا من اهم مهامه هو توفير اولا ضمان ان كل المنافسات تكون عادله ويكون فيها يعني أيوة. انت بتتكلم يعني انت بتتكلم في مصر في صلاح والنني، انت بتتكلم في البرازيل في نص المنتخب البرازيلي. طبعا مش هيلعب. وانت داخل كل والغريب كمان ان حتى القايمه الريد ليست البريطانيه ما فيهاش ولا دوله اوروبيه، يمكن تركيا الوحيده وهي كمان خارج الاتحاد الاوروبي، يعني ما بيعتبروهاش دوله اوروبيه قوي، لكن القايمه كلها يا اما دول اسيويه يا اما لاتينيه يا اما افريقيه. فطبعا ده شيء يبتعد تماما عن العداله. الفيفا كان عنده تصريح فعلا للانديه ان هي تحتفظ بلاعبيها لو الموضوع هيعدي حظر 5 ايام او حجر 5 ايام عقب عوده اللاعب وفقا لقانون البلد، لكن الحظر ده تم رفعه او التوصيه دي تم رفعها من شهر ابريل وفقا لتصريحات قادمه من الفيفا. وبالتالي حق الاتحاد المصري كامل الحق انه يستعين بمحمد صلاح ومحمد النني لمنتخب مصر، واتمنى ان احنا نتمسك بحقنا ده، لان زي ما ليفربول ومن حقه طبعا ليفربول يدافع عن مصالحه ومن حقه يحتفظ بلاعبيه، واكيد هو هيتاثر بشكل كبير، لكن احنا كمان انت بتتكلم عن تصفيات كاملة مش هيلعب فيها محمد صلاح، ده إذا سمحوا لنا إنه يلعب مباراة الجابون فقط في الجابون، لأن الثلاث مباريات في مصر، مصر ريد ليست، الأنجولا في أنجولا ريد ليست مش هيجي محمد صلاح، وكمان ليبيا لما تيجي تلعبها بره غالبا هتروح تاخدك في تونس علشان إحنا نلعب من غير صلاح والنني برضو. وتونس ريد ليست. وكمان أنت لو صعدت ويمكن قرعتك توقعك في تونس أو جنوب أفريقيا فمحمد صلاح كده مش هيلعب معانا ولا ماتش في التصفيات. فطبعا ده والنني طبعا وتريزيجيه كمان لما يرجع بالسلامة ان شاء الله، فانت بتتكلم عن خساره كبيره جدا طبعا. وحاجه ما ينفعش تحصل في الوقت الصعب اللي احنا فيه وفي منافسه مهمه زي صفا كاس. هنتابع التطورات. خلينا ننقل على الكره الحلوه بقى، كره دوريات الاوروبا. قول يا مينا بس الاول كده، يعني انا بتهالي ترتيب اهتمام العالم كله والمصريين بشكل خاص بدوريات اوروبا السنه دي هيختلف طبعا. يعني الاسباني كان لسنين طويله يمكن يكون واحد واثنين هو والدوري الانجليزي، شايف الترتيب هيكون ازاي الموسم ده؟ في رايي ان البريمير ليج هيفضل دايما هو رقم واحد، اكتر دوري قادر يجذب نجوم، اكتر دوري حاليا فعلا فيه تنافسيه، ده كل سنه بقى عندك توب 6، ما كانش حاجه اسمها توب 6، ابتدت تتحول لان كل الانديه قادره بتدفع فلوس وتجيب لعيبه. يمكن الانديه الانجليزيه اكتر انديه ويمكن الانديه الوحيده اللي ما تاثرتش بعامل الكورونا في رايي، لان هناك لما تبص مثلا على الفلوس اللي بياخدها الهابط للتشامبيون شيب اكتر من اللي كسبه انتر ميلان كبطل الدوري الايطالي.
بيديه دايما فكره الباراشوتنج عشان تقدر بعد كده تجيب لعيبه وتطلع تاني مره تانية. تمام. فدي نقطه مهمه. اعتقد الدوري الايطالي يظل جنه كره القدم لناس كتير. انا شخصيا صحيح ما لحقتش الجنه، ولكن انا مين في ايطاليا؟ انا بتفرج بشكل عام، بس احيانا بميل لانتر ميل لانتر شويه. مش عشان كسبوا الدوري، بس بصراحه كمان السنه فاتت في وجود كونتي من المدربين اللي بحبهم، وللاسف مش دايما مشروع انتر ميلان مش بيكتمل، يعني دايما بيبقى فيه مشاكل، ولكن انا بحب الانتر شويه. اوكي. اعتقد الدوري الاسباني للاسف بريقه بيروح، يعني كده انجليزي ايطالي واسباني. ما ينفعش اقول مش اسباني. لكن في رايي ان يعني حط الفرنساوي قبل الاسباني. ما انا شايف ان ميسي راح مدينه النور، لكن نوره دايما بيضغى حتى على باريس. أوكي. في رايي لا، الدوري الفرنسي دوري ضعيف في رايي مهما كان. حتى الدوري الالماني شويه بقى المنافسه برضو، مشكله البايرن هناك طول الوقت هو سابق الكل، فدي مشكله بتضعف المسابقه. دكتور وليد، احنا عرضنا يمكن قبل ما نبتدي لقاءنا بيكم على طول اغلى خمس صفقات حصلت الموسم ده. انا عايزك بصرف النظر على القيمه الماليه تقول لي اهم خمس صفقات حصلت في كل الدوريات الاوروبيه الموسم ده. خليني برضو اؤكد عليك واقول لك خرج باريس سان جيرمان بره الموضوع، لانه ماشي. فعلا عامل ميركاتو خاص بيه، يعني هو انت بترتب الدوريات مع مين، يعني هو شكلها تبقى بريمير ليج باريس سان جيرمان، وبعد كده بحط ليجا او كالتشيو ليجا وهكذا، لان برضو. فعلا الحاله اللي عملها باريس سان جيرمان في الميركاتو ده مختلف. يعني بتتكلم لما نادي يضم ليونيل ميسي ما ينفعش تخرجه بره، افضل صفقه راموس ما ينفعش تخرجه، دوناروما احسن حارس في اوروبا ويمكن في العالم في السنه دي برضه ما ينفعش تخرجه. طبعا بتتكلم عن فينالدو، بتتكلم عن اشرف حكيمي وهذا المسا... يبقى انت خرج باريس سان جيرمان بره الموضوع عشان ايه؟ يبقى في عداله بس في المقارنه. تمام. مؤكد ان الحاله او السكواد بتاع تشيلسي اللي جه توماس توخيل غيره من 180 درجه من الشمال لليمين، وافرز لنا فريق بطل اوروبا بعد ما كان فريق بيعاني اصلا عشان يحجز مكان في بيحاول يصعد يوروبا ليج او بينافس على تشامبيونز ليج. هذا السكواد اللي لمعه توماس توخيل لما يحط عليه لوكاكو اللي هي كانت المشكله الاساسيه لسكواد تشيلسي، فلازم تقول ان دي صفقه مهمه جدا. تمام. لوكاكو اعتبرها واحد، يعني طلع واحد. هطلع بي اس جي يبقى لوكاكو واحد. لوكاكو واحد وفقا لحاله تشيلسي، والاضافه اضافه لوكاكو لتشيلسي. تمام. ده بطل اوروبا لما يجيب احسن مهاجم في اوروبا او واحد من احسن ثلاث مهاجمين في اوروبا. يعني انت بتتكلم مهاجم في اوروبا. ماشي ليفاندوفسكي في حته ثانيه بصراحه. طبعا ليفاندوفسكي نمبر واحد. هاري كين نمبر واحد. وهاري كين طبعا عشان مينا توتنهامي ما ينعلش مننا. سيبنا هالاند كده، الراجل الدنيا كلها مكسره بعض عليه. من احسن الحاجات الممتعه في الكره الاوروبيه الحيه في اخر ثلاث اربع سنين ان مركز المهاجم ده بقى فيه سوبر ستارز كتير ومتنوعين. صحيح. يعني ستايل ليفاندوفسكي غير ستايل هاري كين غير ستايل هالاند غير ستايل امبابي غير ستايل سواريز لما كان في غير ستايل لوكاكو. فانت فعلا دي حاجه ممتعه، يمكن من 10 سنين فاتوا ما كانش هذا التنوع موجود بالشكل ده. تمام. طيب. ما اقدرش ابعد جريليش عن افضل الصفقات. ليه برضه؟ لان طبعا علشان خاطرك اولا. لا طبعا جريليش طبعا طبعا ولاعيب ممتع جدا، وبرضه لما تيجي تقارن انا دايما يعني بقيم الصفقه ازاي، هو قيمته ايه ورايح فين وهيمثل اضافه هتوصل قوه هذا السكواد لفين. فجريليش لما يتحط على دي بروين على محرز على ده، برناردو سيلفا ما عادش ليه مكان في التيم. رحيم ستيرلينج بعد ما كان بعيد شفنا الفورمه بتاعته في اليورو اللي فات كانت عامله ازاي، كان من افضل اللعيبه. فانت بتتكلم عن فعلا تيم شبه متكامل، فلما جريليش كمان يوصل له فدي قيمه كبيره. ممكن انا متوقع بقى ان المفترض شوف احنا كل حاجه رايحين للبريمير ليج، لان هو فعلا هو اللي بيستقطب. هو الموضوع. ما ينفعش برضو نستبعد جادون سانشو بهذه القيمه الكبيره الفنيه اللي شفناها عليها مع بروسيا دورتموند لما يروح فريق طلع لفوق شويه زي مانشستر يونايتد بالثبات بتاع بوجبا ببرونو فرنانديز وقيمته لوكشو لما تالق تاني اضافه فاران وماجواير. يعني برضو الفرقه لو ديخيا فايق ولعب اساسي ورجع لمستوى ديخيا اللي بدا بيه مع مانشستر يونايتد، وجادون سانشو لو لعب بالمستوى بتاع بروسيا دورتموند اعتقد هتبقى من اهم الصفقات كمان. طيب اكلمك شويه بقى على صفقه هاري كين، لانه السيتي حاول، بما انك انت بتحب هاري كين قوي كده، هو بالمناسبه لو كان هاري كين نجح في صفقته وانتقل للسيتي كنت هتروح مع هاري كين ولا كنت هتفضل مع توتنهام برضه؟ لو كان راح السيتي كنا ممكن نقفل الدوري بقى ونروح، لان خلاص مفيش منافسه، الموضوع كان صعب. انت عارف انه يعني وانت بتتكلم على الدوري الانجليزي برضه واحده من النقط المهمه جدا مينا، انه مفيش مباراه تقدر تتوقع نتيجتها حتى لو كانت بين متصدر الجدول وبين متزيل. يعني دي حاجه من حلاوه الدوري الانجليزي. انا متفاهم ده، يمكن النهارده خلاص بشكل رسمي هاري كين نفسه طلع على تويتر واعلن هو انا قاعد. ده كمان جه بعد ماتش وولفز
في ملعب المونوليكس لما راح هناك الجمهور قعد يسقف له يقول له هيز وان في اور تاون. كان متضايق شويه هاري كين من بعض اللي حصل في الماتش الاولاني. الجمهور هجم عليه بشكل كبير في ماتش مانشستر سيتي وقعد يقول هاري كين ار يو واتشنج، انت فين؟ هي المشكله كلها انه اول حاجه الاعلام الانجليزي ساعات بيحب يوجه حاجات بشكل معين. القصه بدات يمكن من بعد اليورو انه هاري كين فين يا جماعه، هاري كين ما جاش، الدنيا اتاخرت، دخلنا شهر 8 مش بيتمرن. الحقيقه دي الحقيقه فعلا، هاري كين كان بيصيف في البهامز في الفندق الباشا. صاحب الفندق ده جو لويز هو اصلا مالك نادي توتنهام. النادي كان عارف، ولكن هي الفكره كلها زي ما كنا بنتكلم ان دانيال ليفي رئيس النادي كان مدي هاري كين من السنه اللي فاتت وعد انه انت لو ما جبناش اي بطوله السنه دي او ما تاهلناش توب فور من حقك تمشي. تمام. ولكن دانيال ليفي كان طول الوقت بيتكلم بذكر صفقه جاك جريليش، بيتكلم ان جاك جريليش لاعب استون فيلا، الفريق اللي لسه طالع البريمير ليج، والفريق اللي هو فريق ميد تيبل في الاول وفي الاخر، انت كمانشستر سيتي منتصف يعني مكانه دايما في منتصف، انت اشتريته او كسرت شرطه الجزائي ب 100 مليون باوند، فانت هاري كين كابتن منتخب انجلترا، هداف الدوري، توب اسيستر في الدوري، بخلاف ان انت نقلته دي بتقتل المنافسه خالص، انت وديت لعيب في رايفل، فانت بتقول له انت بتقيم نفسك بكام يا هاري كين؟ دانيال ليفي بشكل عام هو اصعب رئيس نادي واصعب نادي تفاوضيا، شفنا ده قبل كده مع جارث بيل، شفنا مع لوكا مودريتش، شفنا مع كيل ووكر حتى مانشستر سيتي، ولكن في رايي ان الصفقه دي كمان كانت اصعب من كل اللي فاتوا، لانه اللي فاتوا كلهم مش ابناء النادي. ووكر كان جالك من شيفيلد، بيل هو في الاول وفي الاخر طالع من ساوثهامبتون، هاري كين هو ابن النادي، هو كابتن انجلترا. وكمان ان الوقت بقى صعب جدا ان توتنهام تقدر تجيب باك اب او تجيب مهاجم مكان هاري كين، لان كل الصفقات اللي بيدوروا عليها خلاص اتحجزت. بس 130 برضه رقم مغري، يعني 130 رقم تقيل، يعني صفقه على كل الاحوال خلاص احنا كده بشكل رسمي توتنهام معاه هاري كين. هل ده يفتح دكتور وليد باب انتقال كريستيانو رونالدو للمان سيتي؟ كلام على هو الحقيقه يمكن في كرسيين موسيقيين دول اللي فاضلين النهارده. باريس سان جيرمان اعلن انه ريال مدريد سلك طرق غير قانونيه للتعاقد مع كيليان امبابي في الوقت نفسه اللي امبابي، واعتقد الشعور ده بقى عنده اقوى كمان بعد ما صفقه ميسي تمت، عايز يروح ريال مدريد. امبابي لو مشي هيبقى رونالدو في احتمال الاثنين، انا بقول احتمالات لسه، يا السيتي يا البي اس جي. وطبعا بعد فشل صفقه كين اعتقد انه السيتي ممكن يكون اقرب. تتفق تختلف؟ طيب اسمع رايك. نشرح الكيس بتاعت امبابي كده عشان الناس تبقى فاهمه. أوكي. الموضوع عامل ازاي. امبابي لسه له سنه في عقده مع باريس سان جيرمان، العرض اللي جاي له طبعا عنده اصرار رهيب امبابي انه يروح ريال مدريد، ده حلم الطفوله. ومع هو مستبعد اي محطه انتقال تانية غير ريال مدريد، وده اللي مخلي مثلا حتى الانديه الانجليزيه اللي كانوا بيقولوا ممكن تدخل في تفاوض معاه مستبعدين، لان هو متارجت ريال مدريد فقط. يبقى ده اول حاجه في الكيس. تاني حاجه زي ما قلنا ان لسه له سنه في عقده، وبالتالي لو قعد السيزون ده مع باريس سان جيرمان هيروح فري، وده هيبقى خساره كبيره لباريس سان جيرمان، وهو مش هيجدد العقد خلاص وفقا للكلام اللي جاي من ليوناردو المدير الرياضي بتاع النادي. الجزء الثالث ان العرض اللي جاله من ريال مدريد، اولا جه عرض متاخر لسه يمكن من ساعات فاتت او امبارح، جه العرض ب 160 مليون يورو. ايه وجه اعتراض باريس سان جيرمان على العرض ده؟ هم بيقولوا ان احنا جايبينه وهو عنده 18 19 سنه، دافعين فيه 180 مليون يورو لموناكو غير الحوافز. وبالتالي انا لما اجيبه ويبقى كان ساعتها لسه لاعب صاعد، مبشر بس لاعب صاعد، النهارده واحد من افضل 3 4 لعيبه في العالم، فابيعه ب 160 مليون يورو. يبقى انا خسرت. المشكله كمان ان في 20% من التوتال الاجمالي هتروح لموناكو حق رعايه او وفقا لشرط العقد، يعني مش حق رعايه. فانت بتتكلم في 20% يعني 35 مليون يورو من ال 160، ماذا سيتبقى لباريس سان جيرمان؟ حوالي 125 مليون يورو. بالنسبه لهم ده خساره رهيبه جدا. اذا الكلام اللي خارج من باريس سان جيرمان المصادر مقربه للاداره ان في حلين. الحل الاول ان ريال مدريد يدفع 200 مليون يورو ويشيل امبابي، حلال عليك، ساعتها انا كباريس سان جيرمان هاخد 160 وبالنسبه لي مبلغ معقول، و40 هتروح لموناكو بالنسبه لي مبلغ معقول للاعب في اخر سنه. او الحل الثاني يعني جبت يعني خدته ولعبته عندي الفتره طبعاً دي كلها وجبت فلوسي. بس انت عارف ازمه الاداره بتاع باريس سان جيرمان ايه اللي مخليهم تقال قوي في انهم يسيبوا مبابي وحاسين ان اي مبلغ هيدفع فيه خساره؟ انه جاي عشان الشامبيونز ليج. وهو ما قدرش يجيب لهم، هو الدوري الفرنسي كان ممكن ياخدوه من غير مبابي، يعني ما كانتش عندهم مشكله البطولات المحليه الفرنسيه. انت عارف موضوع الفلوس بالنسبه لهم كمان مش يعني طبعا طبعا يعني مش القصه من الفلوس خالص. فهي دي الازمه. أنا اللي عايز اعمل سكواد دريم تيم زي ما بيقولوا، اجيب الشامبيونز ليج عشان يعني احنا تعبنا يعني. ده هو ده يعني. هو ده التارجت. فهو حاسس انه هيبقى خساره. بس خلينا نقول انه لو مبابي مشي ايه الاقرب؟ لا يعني صفقه كين فشلت في السيتي، ومبابي ممكن يكون في طريقه الريال.
هنا مصير رونالدو ايه؟ يروح السيتي ولا اقرب لبي اس جي؟ هو انا اعتقد صعب للاثنين في رايي، الصيف ده صعب في الاثنين، صعب في الاثنين، لانه اللي فاهمه كويس ان مانشستر سيتي هيرجعوا له تاني، ولكن المشكله ان يوفنتوس عايزين ياخدوا نظير الانتقال ده فلوس، عايزين تقريبا 30 مليون يورو، وبعد كده انت بتريس رونالدو فبتوفر ليك سنوان 32 مليون يورو اللي هو السالري بتاعه، ولكن مانشستر سيتي شايفين ده مش الاستراكشر اللي احنا عاوزينه، مش عايزين ننقله بهذا الشكل، عايزينه في حاجه من اثنين، يا اما يجي لنا ببلاش فانا وفرت عليك فلوس السالري بتاعته، او ان احنا نعمل سواب ديل. كانوا بيفكروا في برناردو سيلفا بالظبط. في الناحيه الثانيه خورخي مينديز هو وكيل اعمال الاثنين لعيبه كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا، ولكن حتى هذه اللحظه الامور لسه مش متقدمه خالص. اللي كنت سمعته من بيب جوارديولا نفسه انه قال انا جبت جاك جريليش وفاضل لي صفقه في السوق اللي هي كانت على كين، قال لك ميبي احنا ممكن نعملها، لو ما جاتش ممكن نكمل في الميركاتو ده من غيره عادي جدا. فانا في زعمي ان ممكن صعبه جدا مانشستر سيتي، ما تنساش كمان انه مانشستر يونايتد هو نادي كريستيانو رونالدو الاول، حاسسها قريبه جدا، خصوصا انه رونالدو من اللعيبه اللي دايما عنده قدره انه يخلق حافز، ووضعه في اليوفي بيقول انه مش اكتر راحه بالنسبه له، وبالتالي شايف انه ممكن جدا هو يقدم تنازلات عشان يبقى موجود في السيتي. في هذه الحاله لو فعلا الموضوع مش بس شكل، طبعا اعتقد ان رونالدو هيحب يرجع البريمير ليج تاني، لكن مشكله اساسيه رونالدو هيقبل يلعب عند الرايفل، هيلعب عند مانشستر سيتي بعد سنين عمره، ما طبعا انا مش فاهم انت فاهم ما كل حاجه وارده في الكوره، يعني بس انا اتوقع ان ممكن الانتماء ده بينه واشرب ميت بالنسبه للعيبه، الانتماء ده للجمهور، يعني الجمهور هو بس اللي من ينتمي، لكن اللعيبه رونالدو عنده يعني فكر احترافي بحت، يعني هو ما بيحسبهاش كده، عايز مصلحته بالتاكيد. طب نخش في الدوريات، نبتدي بالاسباني دكتور وليد، بدايته ايه؟ يعني شايف بدايه او انطلاقه الدوري الاسباني بتقول ان احنا رغم خروج رونالدو ورغم خروج ميسي هنشوف كره ممتعه، هنشوف منافسه قويه على الاقل بين الثلاثه الكبار اتلتيكو والبارسا والريال. هي طبعا فرصه سانحه جدا لاتلتيكو مدريد انه يعيد القاره ويحافظ على لقبه، لان ما لا يخفى على احد ان ريال مدريد وبرشلونه بيعيشوا اوضاع صعبه. ريال مدريد عنده نواقص في اكتر من خط، عنده مشاكل دفاعيه، لسه النجوم اللي انشيلوتي حابب يعتمد عليهم في الناحيه الهجوميه، هازارد مثلا ما جابش الفورمه، جاريس بيل لسه مش هو جاريس بيل بتاع زمان، لسه مستمر على هذا المنوال، يعني يمكن كريم بنزيما هو الوحيد اللي تقدر وفينيسيوس جونيور بادئ كويس بشكل حلو، اخر مباراه طبعا كان متالق جدا، لكن برضه مش هو الاسم اللي يعتمد عليه من خلال الخبرات السابقه. يعني طب انا عايز اخد رايك في حاجه، يعني وبعيدا الحقيقه كمان عن ميسي ورونالدو، اتنين تقال قوي، بس كواليتي اللعيبه في الريال، يعني لما بتقارن مثلا فتره زيدان جالاكتيكوس، زيدان، فيجو، بيكهام، رونالدو، روبرتو كارلوس، هيرو، يعني انا ممكن اعديك للصبح، وكاسياس وغيره، وتشوف الناحيه الثانيه برضو رونالدينيو، انيستا في بداياته، تشابي، ريفالدو، رونالدو برضو عشان هو عدى الاثنين، فيجو عدى على الاثنين، فاهم؟ انا بكلمك على كواليتي لعيبه في اثنين مفترض ان هم مش من اكبر فرق اسبانيا، من اكبر فرق العالم، تحس ان حصل دروب جامد. ما هي دي المشكله، هي دي الازمه الحقيقيه. انا كنت لسه حتى يعني بددش مع مينا كده قبل الهوا، بقول له الناس ارتبطت بالليجا مش علشان المستوى الفني قد ما هو هذا كان مقصد النجوم في العالم، وطبعا النجوم في ريال مدريد وبرشلونه دايما في اي وقت من في خلال ال 20 سنه اللي فاتت كنت لازم تلاقي سوبر ستارز في ريال مدريد، اتكلمت عن كتيبه في ريال مدريد وطبعا برشلونه، طبعا يعني انت كل سنه الفي برو ال 11 في اخر مثلا 10 12 سنه بتلاقي ال 11 باستثناء يمكن السنه اللي فاتت بتلاقي ال 11 من الليجا، نص خمسه من ريال مدريد وخمسه من برشلونه، ويجيبوا لعيب كده يعني يحطوه معاهم، فده كان يديك انطباع عن الكواليتي كان عامل ازاي. مؤكد ان ده مع الوضع طبعا في تضييقات قانونيه كبيره جدا في الليجا، خاصه طبعا كلنا عارفين قصه ميسي وازاي مشي بسبب تشديدات الليجا، يعني لو ميسي بيلعب مع برشلونه في اي دوري تاني كان كمل في النادي بتاعه وكانت عمل له استثناءات، او حتى ما كانش ده الاتحاد الاوروبي نفسه ما بيحطش هذه القيود وبيسمح ببعض الاستثناءات وده حصل. فاعتقد ان رحيل ميسي بشكل مبدئي هيغير كتير، طبعا مش هنحس ده دلوقتي، يمكن من السيزون الجاي هتلاقي انفتاح كبير جدا في الليجا وتسهيلات اكبر، لان طبعا الازمه الماليه واخده الليجا ورايحه للخلف فعليا، دلوقتي مشاهد الليجا ما عادش يلاقي حد يتفرج عليه، صحيح. هو مرتبط برشلونه، مرتبط بريال مدريد، لكن الكواليتي ضايع. طيب نشوف ترتيب الدوري الاسباني، يلا واخد راي مينا كده، انا عارف انك مش فان للدوري الاسباني بس بالتاكيد عارف نجومه طبعا، يعني ممكن يكون غياب
اكتر. هنشوف الترتيب دلوقتي هيظهر، وخليني يمكن اقول لك انه غياب ميسي ورونالدو ممكن يطلع او يدي فرصه للنجوم انها تظهر السنه دي في النسخه دي من الدوري الاسباني. مين اللي انت ممكن تقول عليه هيكون، او ثلاث اسماء مثلا لو اخترت ثلاث اسماء تحسس ان هم الاقرب ان هم يكونوا نجوم الليجا؟ دي حقيقه. انا في رايي انه يمكن، انا بحب جدا انطوان جريزمان، بشوف واحد من افضل لعيبه يعني في الدوري الاسباني وبشكل عام في العالم. لكن المشكله ان انطوان جريزمان لما اتنقل من اتلتيكو مدريد لبرشلونه كانت صفقه في رايي غير ذكيه بالمره. تحط 120 مليون يورو في مركز في عندك ميسي، فاللعيب ده بشكل او باخر صعب يلعب. ولكن شايف ان انطوان جريزمان هيبقى، لانه مفيش نادي برضه يقدر يدفع له الويجز العاليه بتاعته، فانا اتوقع ان انطوان جريزمان هيقدم سيزون كبير. طيب في الريال انا ما زلت منتظر ايدن هازارد. انا بشجع توتنهام ورايفل بتاعنا هو تشيلسي، يعني المفروض ما كنتش بتحبه، كنت بتفرع ماتشات تشيلسي فقط عشان خاطر ايدن هازارد. ايدن هازارد لغايه دلوقتي لسه ما جاش، ومبقاش ده ايدن هازارد اللي نعرفه. كان متوقع ان ايدن هازارد هيعمل سيزون كبير. برضه انا مستني طبعا كريم بنزيما، في رايي هو دلوقتي النجم الاول في الدوري الاسباني. انا بحب ديباي، مش منفذ ديباي صفقه ممتازه لبرشلونه لانه جاي كفري ترانسفير. كوتينيو مش شايف انه ممكن السنه دي ينوع؟ كوتينيو انا انتقاله غريب في رايي، انا فعلا من اللعيبه اللي احبطت جدا لمستواها، انه عمل سنتين ممتازين يمكن مع ليفربول والانتقال بتاعه كان فيه ضجه كبيره جدا، ولكن كل الاسامي اللي قلتها دي بشكل او باخر دلوقتي هي سبب في برشلونه والمشاكل اللي فيها. الصفقات العاليه جدا اللي جت، الارقام المرعبه بتاعه ديمبلي وكوتينيو وجريزمان بعد ما نيمار مشي، كل دي عامله مشاكل. لكن يمكن في لعيبه بشكل عام انا بحبها في الدوري الاسباني، ويمكن برضو شايف ان سيفيا عامل سيزون بدايته كويسه جدا من السنه اللي فاتت. لوبيتيجي بيلعب كوره ممتازه في رايي، وجايب صفقات كويسه، ولسه يمكن انتقال جول كوندي اللي راح تشيلسي بشكل كبير ممكن يفتح له برضو بادجت اكبر انه يجيب لعيبه ويحسن فريقه. فدي كلها امور توريك انه ممكن يكون في منافسه، ولكن للاسف عمرها ما تكون زي في الايرا او في العصر بتاع رونالدو وميسي قدام بعض. طب عشان يعني نخش على السخونه وما اقطعكمش، الدوري الانجليزي نسخه السنه دي هيبقى فيها اعتقد منافسه قويه. الليفر بيسن اسنانه، اليونايتد عنده سكواد محترمه جدا، عندنا طبعا كله عدى العده، السيتي بكل تشكيلته. ما اقدرش استبعد فرقه زي توتنهام، ما اقدرش استبعد تشيلسي بطل اوروبا، فرقه عندها سكواد محترم جدا، فمن المتوقع انها تكون منافسه في منتهى السخونه. هنتكلم اكتر على البريمير ليج ونجوم البريمير ليج وفرص الفرق اللي بتشارك في نسخه السنه دي، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه مع ضيوفنا دكتور وليد الحديدي ومينا مجدي في السادسه. ملاحظه مهمه جدا، الاربع فرق اللي حققوا خسائر، يعني اللي صرفوا في سوق الانتقالات اكتر مما باعوا، الفرق دي ورا. يعني في نقطه مهمه جدا، واحنا لسه انا عارف انه الجدول هيتغير، بس انت عندك خمس فرق في المركز الاول العلامه الكامله، ما بين مش من ضمنهم لا مانشستر سيتي ولا ليستر سيتي ولا مانشستر يونايتد ولا الارسنال. بالترتيب كده خليني اقولهم لحضراتكم: ويست هام، تشيلسي، ليفربول، برايتون، وتوتنهام. دول الخمسه اللي حاولوا علامه كامله في الدوري الانجليزي. بدايه مبشره، يعني شايف ان النسخه دي وعوده الجمهور هتقدم لنا سيزون مختلف من البريمير ليج يا مينا؟ قطعا. الجمهور في رايي هو اكتر من 50% من قوه الماتشات بشكل عام. لما تروح هناك تلعب في الانفيلد تسمع يو نيفر ووك الون، بتروح بعد كده في مانشستر يونايتد جلوري جلوري مان يونايتد، حتى ملعب ستانفورد بريدج القريب اللي ما فيهوش مكان للجمهور قريب جدا من الملعب بيعمل مشاكل كتيره جدا لاي منافس. البدايه كويسه طبعا، خداعه جدا انت تبص على الجدول من دلوقتي. ولكن انا شايف ان حتى الفرق اللي موجوده دلوقتي هي كانت غير محظوظه السنين اللي فاتت. يعني ويست هام دلوقتي هو متصدر الجدول، هو فريق بيلعب في اوروبا ليج، فريق مع ديفيد مويس عامل مستويات اكتر من ممتازه. شوف الماتش اللي فات ميكيل انطونيو اخيرا بيبقى الهداف التاريخي للنادي هناك. حتى نادي برايتون اللي بشوفه معاه مدير فني اللي هو جراهام بوتر، في رايي الراجل ده سحب نيوكاسل وويست هام، كانت واحده من اجمل الماتشات جدا دي حقيقه في الدوري السنه. فالدوري كالعاده الدوري الانجليزي ما تضمنلوش ماتش ايا كان تلعب مين، دايما خايف. دي حلاوه البريمير ليج. ايوه ياما شفنا ماتشات كبيره وداخل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وارسنال وتوتنهام وكل فرق كبيره وبيخسروا قدام متزايني الدوري. السنه اللي فاتت توماس توخل بتشيلسي خسر خمسه قدام ويست بروميتش، ده شيء وارد. فانا متحمس جدا اشوف السيزون ده، خاصه ان في رايي كل الانديه الكبيره واللي بتنافس فعلا عملت كفرنج للمراكز المهمه اللي ناقصاها. يمكن يتبقى بس مانشستر سيتي يجيبوا سترايكر، اعتقد كل الفرق تبقى كومبليت. طيب من سيبك من تشيلسي يا دكتور وليد، تشيلسي وليفربول وتوتنهام فرق متعودين عليها انها دايما بتنافس او دايما في الاربعه او الخمسه او السته الاوائل. لكن ويست هام وبرايتون، شايف حد منهم ممكن يعمل حاجه مثلا زي ليستر في موسم من المواسم
يبقى حصان اسود او يبقى فرقه جايه من ورا وتاخد لقب البريمير ليج، ولا ده صعب السيزون ده؟ في السيزون ده صعب جدا. يعني هنا حتى بيتكلم، كان بيتكلم على الميركاتو، احنا اتكلمنا شويه على الميركاتو. ممكن قبل ما نسمع ده دكتور ايد تقول لنا كده ترتيب الدوري الانجليزي ظاهر؟ طبعا. ولو في حاجه بالنسبه لك مفاجاه او يعني محتاج تهايلايت ويست هام طبعا في المركز الاول علامه كامله 6 نقاط، ومع ليفربول مركز ثاني، تشيلسي مركز ثالث، برايتون مركز رابع، وتوتنهام هوتسبير مركز خامس، كلهم ب6 نقط بعلامه كامله. يبدا بقى مانشستر يونايتد مركز سادس، ومعاه ايفرتون وبرينتفورد ب4 نقاط. بعد كده مانشستر سيتي اللي خسر طبعا المباراه الاولى قدام توتنهام، ما كانش يستحق الخساره صح؟ طبعا عامل مباراه كبيره اكيد. أيوه. على الاقل كانت المباراه تخرج تعادل على الاقل تقدير، يعني كلمه حق امينه دي حقيقه. بس دي طريقه لعب مينو سانتو من ايام نعديها. هو ما كانش يستحق يخسر الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت برضه. طبعا يعني بس برضه كان في شويه ملاحظات كده على المباراه، مش يلا مش موضوع. استون فيلا واتفورد وليستر سيتي ب3 نقاط من جولتين. بعد كده بقى بيجي اصحاب النقطه الواحده، ساوثهامبتون، كريستال بالاس، وليدز يونايتد، ثم اصحاب ال0 نقاط طبعا على راسهم ارسنال صاحب المركز الاخير، ومعاه ولفرهامبتون، بيرنلي، نيوكاسل يونايتد، ونورو. طبعا هي اهم ملاحظه هي موقف ارسنال. انت بتبتدي الموسم بهزيمتين وبتبعد بدري قوي عن صراع المنافسه، وفي الوقت اللي كل الفرق قويه السنه دي، بتتكلم في 5 فرق على الاقل هيكون بينهم صراع طاحن، يعني منهم 3 أو 4 مش هتبقى عارف مين فيهم بطل الدوري الانجليزي. يعني صعب جدا تقدر تقول تشيلسي هيكسب، ولا مانشستر سيتي، ولا يونايتد، ولا ليفربول. كمان حفاظ توتنهام على هاري كين هيزود حظوظه في المنافسه. بعد كنا بنقول انه ممكن يبعد شغله فقط هاري كين، لانه هو رمز هذا الجيل من اللاعبين، رمز توتنهام السنه دي هاري كين. فبقاء هاري كين مع يعني طبعا قوه ضربه في الدوري السنه اللي فاتت، اكتر لعيب عمل اسيست طبعا. اكيد اكيد. لا هو السيزون اللي فات بصراحه فرديا كان سيزون هاري كين، ومع ذلك يمكن ما خدش اي جايزه، ما خدش جايزه رابطه اللاعبين في انجلترا. كان بعيد كمان عن كل الترشيحات، بعيد عن ترشيحات الويفا، واكيد هيكون بعيد عن ترشيحات الفيفا. مش عارف ليه، يعني يمكن دي من الحاجات اللي كانت محبطاه شويه، كانت مخليه عنده قرار انه عايز يمشي. المهم ان الدوري الانجليزي انت بتتكلم عن مفاجاه صعبه المفاجاه، لكن تقدر تقول ممكن يكون في منافسه على تاهل للتشامبيونز ليج من ويست هام، لان ويست هام عنده سكواد محترم جدا، عنده اداره فنيه عظيمه جدا، الفرقه في كل الخطوط عندها نجوم طبعا. يعني يعني حاله الفريق طلع دخلته في الدوري الانجليزي داخله واعده، والحاله اللي فيها انتونيو طبعا يعني واحد من اهم لاعبي او اهم المهاجمين في الدوري الانجليزي من سنين، لكن هو واضح انه كمان فورمة قوي السنه دي، سعيد بالرحمه، وهذا يعني هذا التالق الكبير في البدايه والاضافه الكبيره اللي عملها لسكواد ويست هام. لا بتتكلم في فريق قادر ينافس على الاقل على مقعد مؤهل لدوري الابطال. ارسنال وتشيلسي نتيجه كانت متوقعه، وبمناسبه كلامنا على ارسنال مينا، كان في كلام انه احتمال ارتيتا يطير وانطونيو كونتي. كان في اعتقد في تشانل اتفتحت بين مسؤولين ارسنال مع انطونيو كونتي عشان يتولى المسؤوليه، ده يقرا يعني اقرب للحدوث، ولا تتوقع انه ارتيتا مستمر؟ انا اتوقع ان صعب جدا انطونيو كونتي يرضى يمسك مشروع الارسنال الحالي. انا يمكن يعني برغم كل حاجه اعتقد ان ارسنال حتى هذه اللحظه عايش على الهيريتج او الارث الكروي بتاعه. اعتقد دوري انفنسبل والاسامي اللي كانت موجوده، تيري هنري وبيركم وسول كامبل، وكل الاسامي اللي كانت ورطوا ملايين في تشجيع ارسنال ومشوا وتخلوا عنهم وتربيرا وماس ومارك اوفرمارس هنقعد نعد من هنا للصبح. يعني ارسنال فينجر حقيقه كان عامل حاله غير طبيعيه مع ارسنال، وكان هو كشاف المواهب. كنت لسه بتكلم مع دكتور وليد ان دي المشكله الحقيقه دلوقتي في ارسنال. دايما بتكلم انه صحيح في ناس كثيره في لندن حتى عايزين ساتان كرونكي رئيس النادي ان هو يبيع النادي، ولكن انا في رايي المشكله مش بس في ساتان كرونكي. ساتان كرونكي بالمناسبه واحد من اغنى رجال اعمال في العالم، وبيملك حتى دينفر ناجتس في الام بي اي، وعنده فرق ان اف ال، وراجل ثري لاقصى حد. ولكن المشكله في رايي في ايدو ده اللي هو المدير الرياضي بتاع ارسنال. اختياراته سيئه جدا، والقدره التفاوضيه بتاعت ارسنال فعلا سيئه. نشوف السنه دي الاسامي وجايبين 5 اسامي، يعني صارف اكتر مما باع. يعني لان الفند ما كانش مشكله، الفلوس ما كانتش مشكله. هو في اول بعد اليورو طلع كلام ان هو اخذ قرض 120 مليون باوند عشان يبدا يعني السنه دي يحط لعيبه في الفريق، لان الفريق كان بيعاني. ولكن ارسنال عندهم مشاكل كتير، رقم واحد فعلا في سوء اختيار اللعيبه، رقم اثنين في انه من اكتر الانديه بتدي ويجز عاليه جدا للعيبه، فبعد ما بيمضي الكونتراكت اللعيبه خلاص بتلعب ان انا خلاص انا تمام ضامن مستقبلي قاعد وبلعب، زي مثلا واحد زي اوباميانج شفنا المستوى بتاعه لغايه ما جدد عقده، بالنسبه لي الموضوع اختلف تماما. برضه حظهم سيء انه في بعض الصفقات اللي بتبقى التوب سايننجز عندهم زي مثلا نيكولاس بيبي جايبينه ب 80 مليون يورو. على فكره بيبي ده لعيب كويس جدا، كان عالي جدا فعلا في ليل، لكن لم يقدم شيء. توماس بارتي 50 مليون يورو من اتلتيكو مدريد، ومن ثم ما قدمش حاجه طول الوقت بيتصاب. والسنه دي بين وايت كسنتر باك
برضه سنتر باك خبره اوكي بروفن بريمير ليج لعب سنه واحده بس، لكن بهذا المبلغ 60 مليون يورو رقم كبير جدا كبير. فهي الفكره انت بتختار مين وبتختار على اساس ايه؟ فين المشروع؟ فين الملامح؟ هل ارتيتا هو الشخص المناسب؟ لكن المتاكد منه انطونيو كونتي مستحيل يقبل الوضع الحالي في ارسنال، لانه كمان بخلاف اي شيء انطونيو كونتي احنا تعودنا عليه مدرب بيحرق اللعيب، هو شورتر تجيبه سنتين يحقق لك بطولات، لكن انت دلوقتي في مرحله بنى بشكل كبير لارسنال، صعب جدا بالمستوى ده يعملوا اي حاجه. النني وقصته مع ارسنال يا دكتور وليد، يعني الولد الحقيقه ابس اند داونز، شويه فوق وشويه تحت، شويه يجي وشويه يبعد. شايف ايه بالنسبه لقصه النني؟ واذا كنت بتوجه له نصيحه، يعني شايف انه الافضل يبقى في نادي كبير بس بعيد عن الصوره، وبالتالي اعتقد ده هياثر سلبا على مستواه، ولا يروح في نادي ممكن يبقى اصغر شويه انجلترا، بره انجلترا، وياخد فرصه ويلعب ويحط رجليه في الملعب؟ طبعا هو يعني بعيدا عن الحياز للنني لانه لاعب مصري وكده، لكن ما فيش حد بيلعب في وسط ارسنال دلوقتي احسن من النني، احسن من المستوى اللي قدمه النني السنه اللي فاتت مع ارسنال او مع بيشكتاش لما كان معار ليهم، وهو فرض نفسه على تشكيله ارسنال على فكره في البري سيزون السنه اللي فاتت، وكان راجع من بيشكتاش عشان يتباع او عشان يعار، لما لعب معاهم البري سيزون اثبت نفسه وارتيتا اقتنع بيه، مش عارف ايه بعده، لانه زي ما قلت لك الحاله اللي هو فيها مش اقل ابدا، حتى تشكا يعني نجم برضه مش في الفورمه، اعتقد اذا ما كانش ان اكيد هيقعد، المفترض انه يقعد مع ارتيتا ويتكلم معاه، ولسه احنا هو حوالي 5 أيام أو 6 أيام باقيه في الميركاتو، لو مش هيلاقي نفسه دور على الاقل يعار زي تجربه بيشكتش، لانها كانت تجربه ناجحه لانه تالق ورجع لعب اساسي، رجع بفورمه عاليه، لعبته اساسي في ارسنال فتره كبيره من السيزون اللي فات، فاعتقد هو لو دور على عرض دلوقتي هيلاقي اوفرز كويسه، ممكن جدا يعني ان يلاقي مكان في 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 في, في الكالتش وفي انديه في اول 5 6 أندية، ممكن يلاقي مكان في الليجا، ممكن يلاقي مكان، حتى حابب يرجع تركيا لو هو متعود على الاجواء هناك. وبيشكتش انا قريت في الصحافه التركيه انه عنده عرض ومتمسك بضمه، اعتقد ده الافضل ليه. اسعدتونا ونورتونا وشرفتونا، بشكرك جدا يا مينا على وجودك معانا النهارده. ان شاء الله هيبقى في مرات جايه ان شاء الله كتير، ونتابع ماتشات توتنهام ومان سيتي مع بعض 1-0 خلاص، نستنى العوده بقى. وبشكر طبعا دكتور وليد الحديدي، اسعدتنا دايما بوجودك معاك يا دكتور وليد، بنسعد دايما ان احنا نشوفك هنا في السادسه. بشكر حضرتكم على المتابعه. خليني بس اقول لكم سريعا جدا، يمكن واحد من اخبارنا المهمه اللي ما عدناش عليهم النهارده، انه الاتحاد الافريقي بيحرم فريق الرجاء المغربي من 4 من لاعبته في مواجهه السوبر اللي هتجمعه بالنادي الاهلي ان شاء الله في نهايه شهر سبتمبر. طبعا السبب في ده هو التاخير في قيد اللاعبين، وبالتالي هيحرموا من وجودهم مع الرجاء في ماتش السوبر. عندنا ماتشات مهمه جدا شهر 9 ان شاء الله، المنتخب يوفق في بدايه مشواره، جمهور النادي الاهلي اللي واقف دايما في ظهر فرقته وحاميها، واقف معاها على المره قبل الحلوه، محتاجين دعمك ومساندتك في الفتره اللي جايه. ابطالنا ان شاء الله باذن الله يكونوا جاهزين لمواجهات كاس مصر، ومن بعدها ان شاء الله سوبر افريقيا، ودايما جمهور النادي الاهلي هو السند والدعم لابطاله ونجومه اللي دايما الحقيقه ما بيأثروش، ودايما الحقيقه مفرحينه في كل المناسبات. نقابل حضراتكم ان شاء الله باذن الله مع بدايه اسبوع جديد، تحياتي لحضراتكم.